مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة الأولى من برنامج المنصة على الهواء مباشرة. من خلال برنامج المنصة سنقترب منكم أكثر لعرض همومكم ومواكبة اهتماماتكم. بالتأكيد أن البرنامج المنصة سيسلط الأضواء على كل القضايا التي تهمكم، سنتشارك معكم الأفكار ونناقش المشاكل وسنبحث إن شاء الله عن الحلول الممكنة. في هذه الحلقة الأولى من برنامج المنصة اخترنا قضايا هي محل اهتمامكم. في كل محور من محاور هذه الحلقة سنتشارك مباشرة النقاش، سواء من خلال التواصل عبر الهاتف وعبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة، وأيضا من خلال خدمة الإيمو والواتساب. هناك أرقام أيضا مخصصة للتواصل معنا مباشرة مراعاة للظروف وأيضا استغلال التقنية المتوفرة. سنذهب بداية لمشاهدة التقرير الأول حول المحور الأول لهذه الحلقة، وسيكون عن أزمة الرواتب. نتابع. بين ميليشيات تصر على استخدام الوضع الإنساني المتأزم لابتزاز الضحايا وكرت للضغط السياسي، وحكومة شرعية في موقف لا تحسد عليه لتراكم المشاكل في شتى الصعد، ينتظر مئات الآلاف من موظفي الدولة للشهر الخامس على التوالي صرف رواتبهم التي تمثل مصدر عيشهم الوحيد، وبالتزامن تتوسع الهوة الاقتصادية حدا شارف على الانهيار الكلي بعد ارتفاع غير مسبوق لقيمة الدولار مقابل الريال. لا تزال الميليشيا تتمنع في موافاة الحكومة بكشوف أغلب الوزارات ودواوينها، فضلا عن مصالح ومؤسسات حكومية أخرى، رغبة في مزيد من الضغط على الرغم من اعتراف سلطة الميليشيا تحصيل أكثر من 517 مليار ريال من موارد الدولة في المناطق التي يسيطرون عليها، صرفت منها 352 مليار لتغطية ما يسمى المجهود الحربي والالتزامات أخرى. وبين عدن وصنعاء تراوح أوضاع الموظفين المغلوبين على أمرهم في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا، فيما ظروفهم المعيشية تزداد صعوبة حد الاحتياج الإغاثي العاجل. ربما يتعين على الحكومة الشرعية في عدن فعل شيء وبأي وسيلة وعبر أي وسيط محلي أو دولي لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الموظفون المحرومون من رواتبهم، فمن غير المقبول ولا المعقول استمرار معاناتهم التي تزداد مع الأيام سوءا. إذن في المحور الأول سنناقش أزمة الرواتب واستلام بعض القطاعات دون غيرها وحرمان عدد غير قليل من موظفي الدولة في مختلف المحافظات من المصدر الوحيد لعيشهم ولمدة أشهر، نتحدث عن تجاوز 5 أشهر الآن. هذا الأمر يضعنا أمام تساؤل، كيف يواجه الناس هذه الظروف وعلى من تقع مسؤولية هذه المشكلة وتداعياتها الإنسانية؟ عن هذا الموضوع تابعنا التقرير، ونبدأ باستقبال اتصالاتكم، وأيضا سنستعرض لاحقا ما وصلنا من رسائل ومشاركات عبر وسائل التواصل. أول اتصال معنا زيد الرفاعي من صنعاء. أهلا بك زيد. السلام عليكم أخي زيد. تعليقك ورأيك في أزمة الرواتب، تعتقد من يتحمل المسؤولية؟ أولا نشكر قناة بلقيس واليمنيين على فتح هذا الموضوع بالذات. 5 أشهر والشعب اليمني والموظف العام بدون رواتب، لا صحفيين ولا منظمات في المجتمع المدني. أعتقد أن إثارة هذا الموضوع يعني أو تأخروا، حتى أنتم قناة بلقيس أعتقد أنكم تأخرتم في إثارة هذا الموضوع أو عرضه على الرأي العام. أعتقد الموضوع هذا دائما حاضر على شاشة بلقيس من خلال كثير من البرامج. طيب يا زيد، بالنسبة لرأيك كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ سيدي، البنك المركزي نقل إلى عدن، يعني نحن الموظفين في العاصمة من أول أحداث الانقلاب، يعني لم يكن يعاني المواطن أو الموظف العام بشكل خاص من تأخر راتبه. يعني الآن يعني الذين هم بصف الشرعية يعتقدون أن بنقل البنك المركزي يعني تأثروا، يعني المفروض أنهم إن كانت يعني الشرعية أو حكومة عدن إن كانت
يعني حلت هذه الاشكاليه من 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 وقت مبكر، يعني نقل البنك المركزي ولم نرى طيب اي شيء. على شكل نقاط يمكن ان تقدم لهم رؤيتك للحل؟ والله يا استاذ سامي، الحل طبعا يتعذر حكومه عدن، ان الحل يعني المفروض ان السلطه الامر الواقع انهم يرسلوا الكشوفات. انا عندي معلومات ان بعض الوزارات ارسلت بكشوفات الى عدن، ويعني وماطلوا معاهم اليوم بكره غزوه، يعني كل طيب انت يعني طيب زيد، انت موظف في واحد في واحد انت موظف في واحده من المؤسسات الحكوميه زيد؟ نعم. انت موظف في واحده من المؤسسات الحكوميه؟ ما سمعتك. اشكر. انت موظف في مؤسسه حكوميه في صنعاء؟ ايوه. طيب المؤسسه اللي تشتغل فيها رسلت الكشوفات الى عدن؟ يقال لنا هكذا، يعني من وقت مبكر ان تم ارسال كشوفات. طيب. طبعا ليس رسميا، يعني على ما استمعنا انه ليس رسميا تم ارسال الكشوفات، لكن لم يعني يواعد احنا من يوم لا يوم انه سيتم، يعني 5 اشهر، والموظف يعني انت عارف يعني في البلاد هذه الموظف العام ليس له دخل غير وظيفته، يعني ب5 اشهر بالله عليك كيف يعيش الناس على هذا على هذا على على انقطاع راتبه ومصدر رزقه. طيب زيد شكرا جزيلا لك. زيد الرفاعي كنت معنا من صنعاء، سنواصل بنستقبل اتصالاتكم ومشاركتكم معنا. اتصال اخر ايضا، واذكر فقط ان الان هناك بث مباشر للحلقه على صفحه قناه بلقيس على الفيسبوك، ايضا يمكنكم التواصل معنا وطرح تعليقاتكم مباشره، نحن سنقراها معكم على الهواء مباشره لان هذا البرنامج هو تفاعلي ونتواصل معكم بشكل مباشر. اذكر فقط بان البث المباشر ايضا متوفر على صفحه القناه على الفيسبوك. ساحاول فقط اقرا بعض التعليقات اذا امكن، وايضا يقول لك احد التعليقات امين الشريف ابو فواز، المرتبات بن دغري صرف ملايين للاعمار والموظفين بدون مرتبات. ابو خليل يقول شكل البرنامج حماسي ضروري تكتب تعليق، وانا اطلب من المشاهدين انه تتفاعلوا معنا بالتفاصيل المباشره. ايضا معنا تعليق ظاهر على الشاشه لاحد المشاركين ابو اردوغان اليمني، اذا كان سبب تاخير المرتبات عدم رفع الكشوفات فهذا من اكبر الكذب، لقد ارتفعت كشوفات موظفي التربيه في اب قبل شهر ونص، اين التوجيه والخرط على الناس؟ لازلنا نكذب. الكلام لابو اردوغان اليمني. ايضا مشاركة اخرى وصلتنا عبر الفيسبوك، يقول ان الحل الوحيد هو ان يتحمل هذه حكومة المنفى بحسب تعبيره مسؤولية صرف الرواتب بالبريد لموظفي الدولة بدون تأخير، منها كسب الشعبية كلها، ومنها اثبات وجود الوجود الادارية والمالية المتعلقة بالتنمية. هذا رأي احد المشاركين. ايضا مشاركة ثالثة لاحمد البكيري، يقول مو من حلول بلهجته، يعني مو من حلول، كل المتصارعين يرمي ببلاء على الثاني، وهاتها تصريحات واعلانات والضحيه الموظف الغلبان، وادراكا من ان هذه قضيه مهمه نحن طرحناها. ايضا طيب فيش ايضا علي القباطي يقول لا تبني الاوطان بالشراكه المجتمعيه بشكل الديمقراطي الحقيقي الحديث، الانقلاب واسقاط حكومه الوفاق تحملت اعباء ميراث ثقيل من الفساد والازمات تجاوزتها بكل جدار رغم العراقيل، اسقطها كان خطا. طيب معنا اتصال من عدن. الو غيداء الناخبي من عدن، اهلا بك غيداء. غيداء ايوه اهلا بك غيداء، انت موظفه غيداء في الحكومه؟ سلمتي راتب ام لا؟ لا قطاع خاص. قطاع خاص، طيب اكيد لك أهل معارف على تواصل مباشر مدركة الأزمة الرواتب، تعليقك أولا على الأزمة والموظفين في عدن، هل استلموا رواتبهم؟ بالنسبة للموظفين في عدن المدنيين استلموا رواتبهم، معنا تقريبا متقاعدين منهم 3 أشهر لم يستلموا رواتب، كمان العسكريين اللي تبع اللجنة الوزارية استلموا رواتب شهر فقط، يعني الأزمة تنحل بس بشكل دقيق نوعاً. طيب تعتقدي انه موضوع الان ازمه الرواتب، هل الحكومه الشرعيه قادره على حل هذه الازمه؟ باعتقادك ايش اسباب الازمه؟
كنت أثرت في الحل، كنت صعب الحل عليها. أوكي طيب، شكرا لك غيدة من عدن. الآن معنا على الهواء مباشرة مداخلة من نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز جباري. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. مرحبا أستاذ عبد العزيز. بداية أنا أشكر لك يعني تفاعلك معنا والمشاركة معنا في أول حلقة من برنامج المنصة. نحن نطرح قضايا ومواضيع تهم الناس، والناس هم من يعبر في هذا البرنامج عن مشاكلهم، لكن ربما من حين إلى آخر حين يستدعي الأمر أن يكون معنا مسؤول فيتم التواصل حتى نعرض عليه مشاكل الناس. الآن نتحدث عن أزمة الرواتب، الحدث الذي يشغل اليمنيين ربما لأنه متعلق بلقمة عيشهم. هل من جديد في موضوع أزمة الرواتب وبشرى سارة يمكن أن تزفها للمشاهدين معالي الوزير؟ كما تعرف أخي الكريم والأخوة المشاهدين، أن الميليشيات قامت بنهب البنك المركزي وسولت على مبادرة البلد من العملة الصعبة والمقتنع في المحلي، ثم اضطر الحكومة لاتخاذ قرار بنقل البنك إلى عدن، ثم بعدها تم طباعة مبلغ مالي يقدر بحوالي من 300 إلى 400 مليار من أجل رفض السوق المحلية بالعملة اليمنية. وأبدت الحكومة وأعلنت استعدادها بصرف المرتبات المدنيين والعسكريين وفي كل المحافظات، لكن للأسف الشديد كانت الميليشيات أول ما بدأنا وطلبنا الكشوفات من الوزارات والوحدات المستقلة وجميع المؤسسات الدولة، كانت هذه الميليشيات بالضغط على هذه الجهات بعدم تسليم الكشوفات. ونحن كما نعلم وكما يعلم الجميع بأن الميليشيات قامت باللعب بقاعدة البيانات في الخدمة المدنية وأيضا في الجانب الأمني والجانب العسكري، وبالتالي بدل أن تتعاون هذه الميليشيات من أجل إيصال هذه المرتبات في كل المحافظات، شكلت عائق أمام وصول هذا المرتب، وبالتالي كان على الحكومة أن تعمل بدائل، فتصل مع بعض الصرافين وبعض الجهات يعني كبنك التسويق الزراعي من اجل ايصال هذه المرتبات، لكن وقف امامنا عائق ان قاعده البيانات موجوده في وزاره الخدمه المدنيه وفي بعض الجهات الميليشيات. الان احنا شكلنا فريقين، فريق في مارب وفريق في عدن، يقوم باستقبال الكشوفات من الجهات. وكما تعلم احنا استلمنا هذه الكشوفات من جهات غير رسميه، في بعض الاوقات من النقابات، من بعض الجهات بطريقه يعني غير معلنه، ونحن سلمنا لبعض الجهات كالتربيه والتعليم في امانه العاصمه، وسلمت ايضا كشوفات بعض المحافظات كمحافظه حجة وعمره من زمان بعض المحافظات. عملنا يعني ان شاء الله ان شاء الله في الايام القادمه يتم صرف هذا المرتب، لكن انا اقول لك العائد الوحيد هو في هذه الميليشيات الذي للاسف الشديد نهبت مبادره طيب. البلد ونهبت مرتبات اليمنيين، وفي نفس الوقت وقفت عائد امام يعني استلام مرتباتهم من جهتنا. طيب معالي الوزير، نقطه انت تطرقت اعلنا الزمن ولا زلنا عند الزمن. طيب معالي الوزير، أنت أشرت إلى كثير من النقاط المهمة، والآن تفاعل من الناس غير عادي يسمعوا لكلامك كمسؤول ومعني بهذا الموضوع. معالي الوزير، تتحدث عن أن المشكلة ربما في قاعدة البيانات بطرقكم الخاصة، بدأتم بالحصول على هذه القاعدة، شكلتم لجنتين في مأرب وفي عدن تستلم هذه الكشوفات. في حال مثلا بعض الجهات لم تستطع الحصول على قاعدة البيانات، ما الحل في هذه النقطة؟ لابد من الضغط على الجهات الانقلابيه من قبل المستفيدين من قبل الموظفين، يعني احنا اذا لم نستطع ان نحصل على هذه الكشوفات فلا نستطيع ان نصرف المرتبات، لا يمكن ان نصرف هذه المرتبات الا وفقا لكشوفات صحيحه ومعروف من يعني توظيفهم وفقا لكشوفات عام 2014 قبل دخول هذه الميليشيات وقبل العبث في يعني في السجلات وقاعده البيانات. إذا لم تسلم هذه الكشوفات فعلى أي أساس سنسلم المرتب؟ طيب. على الموظفين وعلى المستفيدين أن يضغطوا على هذه الميليشيات وأن يعني غير ممكن. طيب بس معالي الوزير ولا يقوموا بأي دور.
طيب مع الوزير، أنت مدرك لحالة القمع الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابين، يعني ما الضغط الذي يقدر أن يفرضه هؤلاء الموظفين؟ بالأمس كانت هناك ربما مظاهرة أمام مكتب الأمم المتحدة من اتحاد ما يعرف بنقابة عمال اليمن للضغط على التدخل في موضوع أزمة الرواتب من الأمم المتحدة وتسليم الكشوفات، هل تعتقد أن هذا الضغط ربما يأتي بنتيجة مفيدة؟ كما تعرف أخي الكريم وكما يعرف أبناء الشعب اليمني، هذه الميليشيات لا تعبأ لا بحياة المواطنين ولا بمعيشتهم ولا بأمنهم ولا باستقرارهم، كل ما يهمها السيطرة على البلد وفرض مشروعهم بقوة السلاح. وبالتالي من جهتنا نحن نقدر أن هذه الميليشيات يعني تقوم بجمع المواطنين، وحتى من يطالب بأدنى حقوقه من تعتبره في قائمة الخونة. للأسف الشديد أن هذه يعني تريد أن تطري على الشعب اليمني ولا تعيش الا بمقدارها. طيب معالي الوزير، ماذا عن المحافظات المحرره؟ طيب المحافظات المحرره هناك بعض منها لم تستلم فيها بعض الاجهزه والقطاعات الرواتب، لماذا؟ يعني نحن نعرف ونعمل من اجل وصول المرتبات الى كل المحافظات، لا يقتصر عملنا او يركز على محافظات يعني المحرره، نعتبر انفسنا اننا مسؤولين على كل المحافظات. وبالتالي اذا يعني القاعدة بيانات الآن احنا في مرحلة يعني إذا مثلا تم صرف المرتبات هذه المحافظات في هذا الشهر يبدأ لدينا قاعدة بيانات الشهر القادم، سيتم الصرف على أساس هذه قاعدة البيانات هذا. طيب معالي الوزير، بأن البرنامج هذا تفاعلي فقط استسمحك عذر بقراءة مشاركتين، أبو أيمن نصر وعبد المجيد أحمد البكري على صفحتنا الآن في البث المباشر على الفيسبوك، واحد منهم موظف في الكهرباء، أبو أيمن يقول أن سلمت كشوفات الرواتب، تم عرف مذكرة إلى وزير الكهرباء الأكوع إلى بن دغر، حتى الآن لم يصرف الرواتب. أيضا عبد المجيد البكري يقول محافظة عمران أول من سلم الكشوفات بي دي إف وإكسل. مثلا الناس عندما تأتي على لسانهم هذه الأخبار، سلمنا الكشوفات، هل أنتم قادرين مثلا على إصدار مثلا كبيان رسمي إظهار من الجهات التي سلمت، نشر مثلا في موقع وزارة الخدمة أو في وسائل الإعلام الرسمية حتى تكون هناك مصداقية وتواصل شفافية ولا يظل الناس خاضعين للإشاعات؟ بالنسبة لوزارة الكهرباء كما تعلم أخي الكريم بأنها وزارة إرادية يستلم موظفيها قبل الوزارة نفسها، لأنها لديها إرادات وزارة الكهرباء. وبالتالي هذه الميليشيات قامت ايضا يعني كان هناك حوالي 50 مليون دولار مقابل يعني اصلاح محطه مارب الغازيه قامت بصرفها، وبالتالي هذه المؤسسات للاسف الشديد اصبحت عبء ايضا على الخزينه العامه. في نحن نتكلم نتحدث عن عن عن, عن المكاتب والغير ايراديه وعن وزاره الغير ايراديه، بالنسبه لوزاره الكهرباء هذا موضوع ممكن يحل في يعني في فتره لاحقه. اما بالنسبه للمحافظات التي تم استلام يعني الكشوفات فصحيح محافظه عمران ومحافظه حجه ومحافظه دمار ومحافظه الحديده، ويمكن في خلال هذا الاسبوع يتم يعني مراجعه نهائيه للكشوفات وارسال هذه المبالغ، حتى ايصال هذه المبالغ اخي الكريم الى بعض المحافظات فيها صعوبه ايضا. هناك يعني بعض المؤسسات النقديه مثلا بعض اشترط انه على الحكومه ان توصل لها هذه المبالغ الى بعض المحافظات، وايضا فيها صعوبه ان تصل الى بعض المحافظات التي لا زالت يعني تحت سيطره الميليشيات. طيب ماذا عن التعاون مع الكريمي للصرافه وتكبن؟ طيب استاذ عبد العزيز، في نقطه وصول المرتبات هذه نقطه مهمه، ماذا عن ما كان اشيع عن تعاون مع مؤسسه الكريمي للصرافه، هي من قامت بصرف الرواتب في امانه العاصمه لقطاع التربيه، وايضا ماذا عن طلب كاك بنك، طلب التدخل في هذا الموضوع واشراكه في هذه المهمه توزيع الرواتب؟ لا زال يعني العقد مستمر مع الكريمي، وايضا تقدم بطلب من اجل صرف المرتبات ودرس الموضوع وتم التعاقد معه في عدن، ما برغم انه كان لدينا ملاحظات على قياده كاك بنك، لكن حرصا منا على وصول هذه المرتبات للناس وحرصا منا على اساس ان تصير الامور بشكل طبيعي، تراضينا عن هذه الملاحظات من اجل ان ان تستلم يعني ان يستلم الموظفين مرتبات. اقول لك انا يعني ان شاء الله انه خلال الاسبوع القادم تحل كثير من المشاكل وتوصل الى كثير من المحافظات هذه المرتبات. شكرا لك معالي الوزير. يعني يضغط على الميليشيات العوديه من اجل يعني تسليم ما تبقى لديهم من كشوفات
لقرار الحكومة للشباط لعام 2014. طيب سؤال أخير مع الوزير، هل فعلا أزمة الرواتب لها علاقة بالحاصل السياسي كضغط سياسي في المناكفات السياسية في الصراع الحاصل؟ هل هي أداة من أدوات الصراع الحاصل؟ يعني حتى نصدق المواطنين البسطاء يطرحون، البعض يطرح هكذا ويستغفل بهذا الطرح. نحن نتعامل بالمسؤولية أمام شعبنا، لا يمكن أن نوظف الوضع يعني العمل الاقتصادي من أجل هدف سياسي. نحن ندرك أن الكثير من المواطنين اليمنيين يعني أصبح وضعهم وضع صعب من الناحية الاقتصادية، وبالتالي نبدر يعني وضع أبناء الشعب اليمني. لا يمكن أن نقبل على أنفسنا أن نوظف الجانب معاناة الناس من أجل أهداف سياسية. الخلل عند الميليشيات الحوثية الذي كما تعرفوا هذا تم التصريح به أكثر من مرة، وبغضوا على كثير من الصرافين وألزموهم، بل أن الكريمي نفسه يعني هددوه بعدم صرف المرتبات في المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي، وأيضا حتى كاك بنك أعلنوا بأنهم سيغيروا رئيس مجلس الإدارة. كل العراقيل تأتي من هذه يعني الميليشيات الإنجليزية الغاشمة التي طيب لا الأسبوع القادم الناس والذي لا الاسبوع القادم وعد طبعا. وعد اكيد وعد اكيد ونهايه ان شاء الله للناس انهم يستلموا رواتب ان شاء الله. نحن نعمل يعني ان شاء الله يعني نعمل ليل ونهار، لدينا فرق تعمل وتراجع، ونحن ندرك من معاناه الناس ولا بد ما نفيد التزامنا ان شاء الله. شكرا لك معالي الوزير نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري، شكرا لك على هذه المداخله والتفاعل معنا في الحلقه الاولى من برنامج المنصه. وفي الموضوع الاول موضوع ازمه الرواتب استمعتم لي مع الوزير يتحدث عن اسباب المشكله وجذور المشكله وربما والمعالجات التي اتخذوها. اعود للاتصال، كان معنا من عدن لغيداء. غيداء استمعت لكلام وزير الخدمه يتحدث ويقول ان الاسبوع القادم ربما تنتهي هذه الازمه، ما رايك؟ والله احنا اعتدنا هذا الكلام لكن منتظر الاسعار. تمام، شكرا جزيلا لك غيداء من عدن، غيداء الناخبي شكرا جزيلا لك. عن قضية رواتب الموظفين والعرقلة الحاصلة والمعاناة المستمرة معهم للشهر الخامس على التوالي، وصلتنا مادة صورها أحد المشاركين في وقفة احتجاجية كانت لموظفي مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء، نشاهد هذه المادة. إذن كانت هذه مادة عن مظاهرات في العاصمة صنعاء لموظفي مستشفى الثورة العام، هي جزء من هذه المعاناة. نعود لاستقبال تواصل اتصالاتكم ومشاركتكم في هذا الموضوع. الأول عن أزمة الرواتب، لدينا اتصال من المملكة العربية السعودية الأخ سلطان، أهلا بك أخ سلطان. لدينا اتصال من المملكة العربية السعودية الأخ سلطان، أهلا بك أخ سلطان. لدينا اتصال من المملكة العربية السعودية الأخ سلطان، أهلا بك أخ سلطان. لدينا اتصال من المملكة. طيب سلطان، هذه ملاحظة ربما لسلطان ولكل المشاهدين، أنه موضوع توطي صوت التلفزيون عشان يكون صوتك واضح ولا يحصل صدى في تكرار الصوت، وسمعنا من عبر الهاتف يا اخ سلطان. طيب اذكر فقط انه ايضا بامكانكم التواصل معنا والمشاركه وطرح ارائكم مباشره من خلال البث المباشر الحاصل الان على شاشه على صفحه قناه بلقيس على الفيسبوك. سلطان يا سلطان اسمعك تفضل. الو تكلم تفضل انت على الهواء. أنا على الهواء. على الهواء تفضل. السلام عليكم أخ ثاني. وعليكم السلام أخ سلطان، تعليقك ورأيك في أزمة الرواتب بشكل سريع. معك صلاح البشيري مش سلطان العزي. طيب تفضل أخ صلاح.
طيب أجي أسألك عن الرواتب في محافظة تعز وسبب التأخير. ربما تحدثنا مع هذا مع وزير الخدمة المدنية على هذا الموضوع، هو أرجع لأسباب ربما التأخر في إيصال قاعدة البيانات. نحن نتساءل زيكم، يعني ما عنديش أنا حلول ولا عارف بأي معلومات، لو كنا عارف المعلومات كشفنا لكم. شكرا لك صلاح، متواصل معكم في هذه الحلقة من المنصة. الموضوع التالي والذي سنناقشه في حلقة اليوم هو مشكلة تكرار انعدام المشتقات النفطية والمحروقات في العاصمة المؤقتة عدن، انعكاس ذلك على معيشة الناس ظروفهم اليومية، وما المطلوب لوضع حد للأزمات المتكررة التي يراها المراقبون أنها مظاهر سلبية تمس هيبة الدولة التي تتخذ من عدن الآن عاصمة مؤقتة. نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. ليست الحرب ومخلفاتها من ألغام ما يعانيه أهالي مدينة المرخى، ثمت أوجه أخرى للمعاناة عاشها ولا يزال آلاف السكان في مدينة الميناء. لأسابيع ظل سكان المرخى عالقين بين حصار الحرب من جهة وصعوبة القدرة على النزوح طوال شهر من المواجهات والمعارك، لم تنعم المدينة وسكانها حتى ساعة من السكينة والأمان. بعد اندحار الميليشيا عن مدينتهم، يتطلع أهالي المرخى لأبسط مقومات الحياة بعد أن فقد مئات المواطنين هنا مصادر عيشهم اليومي بسبب الحرب ونتيجة الدمار الذي افتعلته عصابات الميليشيا أثناء فرارهم. يتزامن ذلك مع توقف الخدمات الضرورية وأهمها الماء والكهرباء. الآن احنا في مدينة المقهى منتظرين لغاثة، احنا لنا في أسبوع لا مي، مقطع المي والكهرباء وحتى الاتصالات مقطوعة. ويعني الآن الحمد لله حرروا احنا باقي الإغاثة والعمال المينا بلندة والدين مطابقة. المدينة التي كانت المصدر الأول للبن اليمني وصار اسمها عنوانا لليمن، أضحت كثيرا من بيوتها أطلالا وأسواقها خاوية مما يعتاش به الناس. لن يكون من السهل على سكان المدينة نسيان مشاهد الحرب ولا تجاوز آثارها التي تركت بصماتها في معظم الأزقة والأحياء. قوارب الصيد هذه تمثل المصدر الرئيس والأوحد لمعيشة أغلب سكان المدينة، بيداء أنها تقبع خاوية على شواطئ المدينة بعد أن هجرها أصحابها قسريا إثر المواجهات التي شهدتها المنطقة وللتوتر العسكري المحيط بالساحل الذي رافق الحرب. سامح عبد الوهاب لبرنامج المنصة المخاء. إذن سنبدأ الآن في نقاش موضوع الأزمة الحاصلة في المخا والوضع الإنساني المتدهور بعد خروج الميليشيا منها. نناقش معاناة الناس المتأثرين بحالة الخراب والدمار التي خلفتها المواجهات التي شهدتها المدينة والميناء. كان هذا التقرير للزميل سامح عبد الوهاب، ثم سنعود لموضوع أزمة المشتقات في العاصمة المؤقتة عدن. وأيضا الآن متاح أن نستقبل اتصالاتكم واستعراض أيضا ما وصلنا من مشاركاتكم حول هذا الموضوع. أيضا بإمكانكم التواصل معنا الآن مباشرة من خلال صفحة قناة بلقيس على الفيسبوك بطرح تعليقاتكم حول هذا الموضوع، موضوع المخا والمعاناة الإنسانية التي يعانيها الناس هناك. ونزحين حديث عن أن وضع إنساني سيء، الناس ربما لا يجدون لقمة العيش الضرورية، هناك معاناة حقيقية، لم تستطع أي من المنظمات حتى الآن وصول إلى هذه المنطقة وإغاثة الناس. ربما حديث اليوم وأخبار كانت تحدث عن وصول الهلال الأحمر الإماراتي. من خلال أرقام الهاتف ممكن التواصل معنا مباشرة. طرح أراكم معنا اتصال من المخا، حسن المنصوب. أهلا بك أخ حسن. أيوة مرحبا، السلام عليكم أخ حسن. وعليكم السلام. عليكم مرحبا، أهلا وسهلا. أنت الآن في المخا، صف لنا الوضع، كيف الناس عايشين في المخا؟ المخا مدينة المخا وقبل الأزمة الناس طبعا متردية أوضاعهم، خاصة بعد إغلاق الميناء وإغلاق كثير من الخدمات التي كانوا يعتمدون عليها المواطنين في المخا مثل الاصطياد مثل، فأتت هذه الأزمة وزادت من معاناة المواطنين معاناة إلى معاناتهم، فكثر يعني البطالة وجعل الناس يعني لا يجدون لقمة عيشهم بسهولة. طيب الآن أتت هذه الحرب نعم. طيب الآن حسن المخا تحت سيطرة الشرعية، هل هناك بدأت وصول بعض الإغاثة للناس ولا الوضع كما هو؟ نعم نعم نعم، بدأ الحمد لله الإغاثة الآن بدأت للناس تدخل المدينة وبدأ الناس يعني في ارتياح شديد،
من أخلاق المقاومة والتعاون على المواطنين وكثير من الأشياء التي لاقوها يعني. فهم يشكرون جدا المقاومة والتحالف الدولي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك أيضا من أخوانهم في المناطق الجنوبية الذين شاركوا وضحوا من أجل هذه، يعني باعتبار أننا أسرة واحدة وخلية واحدة متضامنين، كل لا يفرق بيننا أحد. أشكر لك هذا الكلام الجميل والعرفان بهذا الدور لإخوانا في أبطال المقاومة. شكرا لك أخ حسن من المخا، كنت معنا وحكيت الوضع من وجهة نظرك وبحسب مشاهداتك أنت كمواطن متواجد هناك. يقول أن الوضع بدأ بالتحسن، وصلت بعض الإغاثات للمنطقة، وضع الناس كان سيء. طيب الآن نذهب إلى الموضوع الذي كنا نوهنا له في البداية، مشكلة تكرار انعدام المشتقات النفطية والمحروقات في العاصمة المؤقتة عدن وانعكاس ذلك على حياة ومعيشة الناس. نتابع التقرير ومن ثم نعود. يشكو اسماعيل عبد الله من توقف مغسلته اكثر من نصف اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ولا يستطيع الاستفاده من المولد الذي اشتراه نتيجه ازمات المشتقات النفطيه. تمر الساعات واسماعيل منتظرا عوده الكهرباء او توفر قليل من المشتقات النفطيه. الكهرباء معدومه، اضطرنا ان احنا نجيب مولدات، وكما انتم شايفين انعدام الديزل برضه يلعب دور. شرينا ديزل من السوق السوداء بسعر مرتفع جدا، ولذلك مغشوش وانعدم علينا المولد، مضطرين يعني مش الا انا الحالي، كل الشارع وكل الناس وكل المحلات معانين يعني معاناه كبيره من الكهرباء. قصه اخرى بطلها صاحب شاحنه للنقل مسعود محمد، ها هو يتفاوض بحده مع زبون محتمل، انصرف بعد ارتفاع سعر النقل ويخرج الجميع من هذا التفاوض خاسرا، ويستمر تعطل الشاحنة وقد تتوقف أكثر من أسبوع إن لم يجد قليلا من مادة الديزل في السوق السوداء. ديزل ما فيش يا أخي، نشتري الدبة بثمانية ألف سوق سوداء. ليش نشتري السوق السوداء؟ مصلح يا أخي، يعني اشتي طلب الله على جهالي مو موت جوع. تنسحب الأزمة على الشارع كله وعلى الحركة الاقتصادية في العاصمة المؤقتة، ويستمر الناس بمناشدة الحكومة لوضع الحلول العاجلة لهذه الأزمات المتتالية. كل على رأس المواطن يجي، أما المسؤول جالس لفوق لنا ثرية تحصل. بتوقف أكثر من أسبوع واقفين ما فيش، يعني لا نشطب الله ولا نشتغل ولا أي حاجة. والرواتب كمان غلقت، ما من قمت ثاني ما ليش، من ثلاثة شهور بنستلم راتب. موقفين بيجي لنا 10 أيام، الشركة موقفة المصافي وماشي خبر على الديزل والبترول، ولو رحت الآن عندها تقول لك اشتري من برا. يحمل الناس مسؤولية الأزمات جميع المسؤولين المختصين في كافة الجهات، وتظل ملفات فساد تكتنف المؤسسات التي تضعف أزماتها جميع الإيرادات المالية للدولة. تتوقف الكثير من مظاهر الحياة بانعدام المشتقات النفطية، وتتعطل مصالح الناس الذين يزداد غضبهم يوما بعد يوم. آدم الحسامي لبرنامج المنصة، قناة بلقيس، عدن. إذن كان هذا التقرير للزميل آدم الحسام مراسل بلقيس في عدن، كان يتحدث عن أزمة المشتقات النفطية وانعكاسها على حياة المواطن، بالتأكيد لها الكثير من الانعكاسات في ظل الوضع الحاصل الآن في عدن. طيب معنا اتصال حول هذا الموضوع، يوسف الحداد. أهلا بك أخي يوسف. هلا بك أستاذ سامي، مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. وعليك أخي يوسف، أنت من عدن معنا، والأزمة الآن يعني والله يوسف من محافظة إب، والاتصال من جدة أستاذ سامي. طيب طيب يوسف تفضل. يوسف حياك الله أستاذ سامي، أولا وقبل كل شيء أبارك لقناة بلقيس بالصفقة الرابعة لأستاذ سامي السامعي، وأيضا أشكر القناة على تجاوبها مع المشاهدين ومع المستمعين، يعني كون برنامج المنصة يحظى ب يعني جماهير واسعة، وأيضا برنامج المنصة هو عبارة يعني من خلاله يعتبر نافذة قوية ويعتبر إضافة جديدة للقناة. هذا هو بالتأكيد، شكرا لك أخي يوسف على الإطراء، وبالتأكيد نحن نريد أن نؤكد على هذه النقطة أن برنامج المنصة هو مساحة للناس للتعبير عن ما يشغلهم وما يثير اهتمامهم من قضايا ومواضيع،
وبالتأكيد نحن معولين كثيرا على المشاهدين بإمدادنا بالكثير من العناوين والمواضيع حتى نناقشها في الحلقات القادمة. في حلقة اليوم كان هناك ثلاثة مواضيع: عن أزمة الرواتب، وأيضا عن المعاناة الحاصلة في المخا فيما بعد ما بعد التحرير، وأيضا أزمة المشتقات النفطية وانعكاسها على العاصمة في عدن. لدينا اتصال أيضا من مواطن من الحديدة. عبد الله، أهلا أخي عبد الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام عبد الله، كيف الحال؟ الحمد لله. تفضل أخي عبد الله إذا كان لك تعليق على أي من مواضيع هذه الحلقة، والآن نحن بالتأكيد يعني مركزين على نقطة وأزمة المشتقات النفطية. والله يا أخي الكريم، أزمة المشتقات النفطية هذه مشكلة ضرورة أن تحلها الحكومة الشرعية أخي عبد الله. أيوة معك. طيب تفضل، انتهت مشاركتك يعني؟ أقول لك ما فيش تقرير عن محافظة الحديدة أن كان في معنا موضوع. والله أنا أدم بس. تمام، كان في معنا موضوع على المخا، طبعا المخا التابع لتعز لكن ربما قريبة من الحديدة، لكن بإمكانك أنت التواصل معنا وطرح أي موضوع تريدنا أن نناقشه عن الحديدة في الحلقات القادمة. شكرا لك عبد الله، وهذا تذكير للمشاهدين أنه في كل حلقة من برنامج المنصة سنتطرق إلى عديد من المواضيع، وهي بناء على مقترحاتكم وتواصلكم معنا سواء من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، أيضا بإمكانكم المشاركة معنا سواء من خدمة الإيمو أو الواتساب، تسجيل مقاطع فيديو ومن ثم عرضها على المشاهدين. طبعا وصلتنا مشاركة حول أزمة المشتقات النفطية من أحد المواطنين في محافظة عدن، نتابع. لا تزال أزمة المشتقات النفطية تلقي بظلالها على المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن منذ أسابيع. الأمر الذي يضطر بشأنه المواطنين وسائق المركبات للوقوف في طوابير طويلة طوال ساعات اليوم، مما ينعكس ذلك سلبا على أعمالهم ومهامهم اليومية والحياتية. وأزمة انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الماء مرهون بتوفير المشتقات النفطية في السوق المحلية، وهناك جملة من الحلول يجب اتخاذها لإنهاء حالة المعاناة التي يعيشها الشعب في عدن. أولا، حل إشكالية إضراب موظفي شركة مصفاة عدن تفاديا لتكرارها وإعطاهم مستحقاتهم المطالبين بها. وثانيا، تخصيص كميات إضافية للقطاعات الخدمية، الماء والكهرباء والصحة وغيرها من القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى عمل مخزون احتياطي يرجع له في حالة احتدام الأزمة تفاديا لتكرارها وما يتبعها من شل حركة النقل وتعطيل الحياة اليومية. محمود بن حميدة، لبرنامج المنصة، قناة بلقيس الفضائية، عدن. طبعا هذه الفقرة وهذه المادة التي وصلتنا من الأخ محمد حميدة من عدن هي ضمن فقرة نحن سنخصصها في برنامج المنصة بعنوان أنت المراسل، يعني بإمكانكم تسجيل أي مقطع فيديو. الأخ اجتهد وصور ومنتج المادة وتحدث عن أزمة المشتقات النفطية وعرضها في البرنامج، بالتالي أي مشكلة أو قضية تعتقد أنها مهمة بالنسبة لك بإمكانك تصويرها وإرسالها لنا من خلال الرقم الذي سيظهر على الشاشة، وأيضا هو موجود على صفحتنا على الفيسبوك سواء صفحة القناة أو صفحة البرنامج، وإرسال لنا أي فقرات ومواضيع تودون عرضها في البرنامج. لدينا اتصال من عدن، الأخ حسن. حسن هايل، أهلا أخ حسن. حياك الله أخ حسن، صف لي الوضع كيف وأزمة المشتقات وانعكاسها عليكم. عفوا حسان. نعم أسمعك، تفضل. اولا يعني ازمه البترول والديزل بالتاكيد تؤثر على المجتمع بشكل كبير جدا، الا انها تؤثر على المواطن البسيط الذي دخله محدود، فهي تؤثر على قطاعات الخدمه مثل الكهرباء مثل المياه مثل المستشفيات الحكوميه، كذلك تؤثر على التجار الذي يعوضوا خساراتهم على اسعار السلع. طيب اخ حسن، تؤثر على نفسيه المواطن. طيب أخ حسان، بالنسبة لأزمة المشتقات النفطية، هل هو متوفر في المحطات من حين إلى آخر أو معدوم ولا يتوفر له في السوق السوداء؟ تحدث هنا عن عدن العاصمة المؤقتة. شوف، إذا تتوفر بالمحطات بشكل قليل يعني تتوفر أحيانا، لكن غالب الوقت ما يش متوفر، لكن متوفر بشكل كبير، الناس تعتمد على السوق السوداء أكثر من المحطات حتى تتوفر بالمحطات يعني. طيب كيف تتصرفوا وكيف تتعاملوا؟ من كم السعر الآن في السوق السوداء؟ هل هناك سعر ثابت أم يخضع للمزايدة والمضاربة من قبل تجار السوق السوداء؟
لا الاسعار مش ثابته ابدا، هي اسعار على حسب ما يشوفه البائع بالسوق السوداء. يعني واقع المضاربه، احيانا يبيع لك سبعه واحيانا اذا انت شافك محتاج وشي يبيع لك اكثر من ذلك، ما في شيء محدد يعني. طيب ايش اسالك حسان، ايش رايك بموضوع انه المناطق الخاضعه الان لسيطره الشرعيه المحافظات المحرره وفيها هذا التلاعب، يعني السوق السوداء، اين هي الحكومه، اين هي المؤسسات المعنيه بضبط هذه الامور؟ لا اصلا هذه الازمه مش اول مره تحدث اساسا. تمام، يعني هي اصلا ازمه متلاحقه، وهي ما كان السبب الحقيقي والجوهري هو اهمال الحكومه، ما فيش اصلا وقاء اي اجراءات وقائيه من الحكومه من اخر ازمه حدثت لنفس الازمه قبل اشهر معينه. يعني اهمال كبير جدا من الحكومه، ما في اي توفير للمشتقات بالمحطات الرئيسيه، كذلك ما في اي متابعه لتجاره السوق السوداء، ما فيش اي تحقيقات عليها ولا اي حركه من الحكومه. طيب شكرا لك اخي حسان هال من عدن، كنت معنا وحكيت لنا جزء عن ازمه المشتقات النفطيه. الان معنا اتصال هاتفي ايضا مع الاخ محمود بن حميده. محمود، انت عرضنا لك قبل قليل تقرير ارسلته لنا عبر الواتساب عبر الرقم الخاص في البرنامج، تحدثت ربما عن ازمه المشتقات على شكل تقرير تلفزيوني، ان شاء الله يكون لك مستقبل وتشتغل في الاعلام. اخ محمود، باعتقادك ايش اسباب الازمه، وهل هناك معالجات تقوم بها السلطه المسؤوله عن هذا الملف في العاصمه المؤقته؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكر قناة بلقيس على هذا البرنامج التفاعلي، ونتمنى لطاقم العمل كل التوفيق في مهامهم وأعمالهم. طيب بالنسبة للأزمة لك تعليق؟ الأزمة هناك عدة أسباب أرى من وجهة نظري. أولا هو ضعف الوازع الديني لدى بعض الأفراد، مما يجعلهم المشتقات النفطية في السوق السوداء، أكيد هذا ما يؤثر سلبا على الأزمة بالذات. أيضا كما أسلفت في التقرير، المخزون الاحتياطي أيضا مهم للمنع وتفادي وتكرار واستفحال الأزمة. طيب شكرا لك محمود، لا يسع المجال لذكرها. طيب شكرا لك محمود بن حميدة، كنت معنا من عدن. الآن نستعرض معكم بعض المشاركات التي وصلتنا. شكرا، جزاك الله. شكرا لك. شكرا. تعليقات وصلتنا عبر خدمة الواتساب نتابع. عشان الحلول الحكومة الوصول عن الانتشار، يعني نشوف بديل اللي استورد المشاركة النفطية، أو الحكومة هي اللي تسرع، بل مش معقولة الأزمة هذه دائما، يعني الكهرباء، الماء، التلفون حتى مربوط بالسقف النفطية، يعني لم تهرب، الناس تموت من عاش، يعني من السلام. يعني المشتقات النفطية أزمة من أول جات، الناس تعاني منها، ولكن إمكانهم أنه لأنها هي محتكرة حل هذه الأزمات، يعني تعمل يعني مثلا المصافي تتعامل بنفسها، يعني بشركة، يعني تكون شركة تتبع الحكومة أو تتبع المصافي نفسها، يعني بدل ما تجيب تاجر يحتكرك ولا يعني بهذه بياخذها له، يعني سددني وأعطيك وما أدري إيش وزي كذا، هذا هو الكلام. يعني الحل هو مثلا المصافي أو زي كذا هي اللي بتتعاقد مع الشركات. إذن كانت هذه بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال خدمة الواتساب. أذكر أنه بإمكانكم أي من مشاهدي برنامج المنصة وقناة بلقيس التعليق على حول أي موضوع من المواضيع التي ستطرح للنقاش من خلال تصوير نفسك من خلال الفيديو وإرسالها عبر خدمة الواتساب. لدينا اتصال الأخ مهدي. أهلا أخ مهدي. طيب يبدو أن الاتصال غير جاهز ولم يعد لدي الكثير من الوقت، أنا مضطر أن أذهب إلى الفقرة الأخيرة في هذا البرنامج، هي فقرة أنت المراسل. هذه الفقرة هي مهمة وسنفرد لها مساحة واسعة ربما في هذا البرنامج. الفقرة فكرتها تتمحور حول أن بإمكان أي من مشاهدي برنامج المنصة وقناة بلقيس في أي مكان في اليمن رأيت موضوع أو قضية تحتاج أن تنشرها لوسائل الإعلام، بإمكانك تصويرها وإرسالها لنا في مدة لا تزيد عن دقيقة عبر خدمة الإيمو والواتساب على الأرقام التي تظهر على شاشة البرنامج وأيضا في الصفحة الخاصة للبرنامج على الفيسبوك. أولى هذه الفقرات التي وصلتنا ربما هي من محافظة
فقرة أنت المراسل، تقرير تلفزيوني إنساني يتناول مشكلة المعاناة المؤسفة التي يعيشها بعض المواطنون في العدين وما حواليها، نتابع. سعيدة إلى أرض تكتم في صدرها من أسرار البائسين وخفايا المحزونين، ما الله به عليم. واحدة من هذه الأراضي اليمنية التي نالها نصيب من المجاعة الشعواء والفقر المدقع، فرع العدين والقفر على وجه التحديد، وهما مديريتان رئيسيتان من مديريات محافظة إب، فما إن أطل فصل الشتاء برأسه على هاتين المديريتين حتى وجد مواطنوها أنفسهم في حالة لم ير مثلها من قبل. 10 أطفال دون الخامسة في مديرية القفر نشبت المجاعة مخالبها في أجسادهم وألقت بهم إلى براثن الموت حسب ما أفاد مكتب الصحة بالمديرية. ووفقا لإحصاءات ميدانية قامت بها منظمة ملكة سبأ المتخصصة في الإغاثة والتنمية، فإن حالات وفاة وتدهورا كبيرا في صحة الأطفال والأمهات تشهدها مديرية القفر بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أن الجوع يفتك بأكثر من 70% من إجمالي سكان المديرية. هذا كل وقت لما بش ما يقطع المطر مع لها يوجد ولا يوجد عندنا زراعة ولا شيء. إحنا تهلكنا من الجوع. أين الحكومة تغيث إحنا؟ إحنا نقذنا من الجوع. إحنا لنا من حمى الحرب. فرع العدين هي الأخرى لم تسلم من هذه الآفة، حيث انتشرت المجاعة في قراها وعزلها حتى وصلت إلى نسبة 80%. إذن شبح الفقر والمجاعة ينهش بلا رحمة في أجساد أبناء هاتين المنطقتين من محافظة إب، إلى حد يستوجب تدخل المنظمات الإنسانية والإغاثية والمجتمع من حول هاتين المنطقتين لإيقاف هذا الشبح الفتاك قبل أن يصل إلى مستوى يصعب تداركه أو السيطرة عليه. عامر المنتصر، محافظة إب. كانت هذه الفقرة هي بعنوان أنت المراسل. الأخ عامر المنتصر من إب أرسل لنا هذا التقرير، يتحدث عن معاناة في منطقة العدين ومعاناة الناس هناك. بإمكانكم المشاركة وإظهار مشاركات لكم كهذه في الحلقات القادمة من برنامج المنصة. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، كانت لدينا أيضا فقرات أخرى لكن لضيق الوقت لا نستطيع إكمالها. الحلقة القادمة الأسبوع القادم بإمكانكم التواصل معنا خلال هذا الأسبوع وإرسال ما يهمكم من مواضيع وقضايا، وبالتأكيد ستكون حاضرة على شاشة بلقيس من خلال برنامج المنصة. كونوا بخير، والمنصة لأن بلقيس صوت اليمنيين.